نشاط صباحكم حركة صباحكم رياضة. اليوم معنا برنامج رياضي اللي هو برنامج الوور أو القتال. فيه شوية قتال وفيه رح نعمل برامج منوعة، يعني شوية أثقال شوية إحماء. معنا اليوم مدربة عبير رح تكون معاكم اليوم وأنا معاكم طبعاً. إحنا التنتين رح نعمل حلقة مميزة فيها تمارين منوعة. رح نبلش بالإحماء. رح نبلش بالإحماء. جاهزين؟ رح نبلش أول إشي بحركة القرفصاء. مشي على اليمين على الشمال، قرفصاء على اليمين، قرفصاء كمان مرة على الشمال، آخر مرة. هلأ نط لفوق مع القرفصاء. هعمل معكم الخيار الأسهل، قرفصاء كمان مرة، نط لفوق مع القرفصاء. هلأ حركة العنكبوت، هاي سبايدر مان أو العنكبوت. نجيب الرجل على الجنب. هلا رح نعملها مع هلا نطلع العنكبوتية. أنا رح أعمل، ريما رح تعمل الحركة الأسهل. منتبهين، شدوا المعدة، منوقف. طعن بالورد، الطعن بالورد يمين وشمال. نطة جانبية. نطة جانبية. هلا فتح وضم رجلين. هلا نطة جانبية. فتح وضم. ويلا. على الجنب. فتح وضم. على الجنب. شدوا المعدة. أول مرة فتح ضم. هلا قرفصاء مع ماشي على الشمال مع النط لفوق. كمان مرة. رح أعمل الخيار الأسهل للناس اللي ما بتقدر تنط. كمان مرة شدوا المعدة. ريما رح تعطي الخيار الأسهل. هلا النط لفوق مع القرفصاء ثلاث مرات. قرفصاء كمان مره، نط لفوق. كمان مره فوق لفوق. ايوه كمان مره. والله حاول نط لفوق. استراحه، تمرين العضلات. ايوه يا عبير. طبعا عبير اول مره تطلع على الشاشه، فشي طبيعي. هلا كمان مره قرفصاء مع مشي على الشمال. خطوتين قرفصاء، كمان خطوتين قرفصاء. هلا نطلع فوق مع القرفصاء ثلاث مرات. ثلاث مرات قرفصاء. هلا ريما رح تعمل الحركة الأسهل. هلا الحركة العنكبوتية. هلا النطة العنكبوتية. رح أعمل ريما الحركة الأسهل. هلا الطعنة، طعن بالورد. خيار الأسهل إنه ما تنزلوا لتحت، ضلوا هون. صارح نعمل نطة جانبية. نطة جانبية مع تانية الرجل. خيار الأسهل هون، فتح ضم الرجلين. خيار الأسهل، طعنة وربية. ويلا فتح ضم، فتح ضم. برافو يا ريما. أيوة فتح ضم. خيال أسهل، شدوا المعدة، فتح ضم. كمان على الجنب، فتح ضم. على القرفصاء مع المشي.
نطلع فوق مع القرفصاء، نطلع فوق مع القرفصاء، كمان مرة. يلا قربنا نخلص. ايما الاسهل، حركة الاسهل كمان، ويلا خلصنا خلصنا. هلا نطلع فوق مع القرفصاء ثلاث مرات لتحت، نشيل المعدة فوق. كمان يلا قربنا نخلص. يلا يا خلصنا خلصنا. يلا آخر مرة، ننهي مع بعض ايدينا فوق. برافو. هلا رح ناخذ أثقال عشان نعمل تمارين للجزء الأعلى. ناخذ الأزرق عبير، أزرق عبير. يلا رح نكون مع بعض أنا وعبير معكم. نمسك الأثقال لفوق للعضلة الثنائية شوي شوي طبعا. أيوة تمام. كيف الهمة؟ ممتازة عالية. هاي العضلة الثنائية. هلا نعمل تنتين مع بعض، اثنين ننزل اثنين. أيوة الخيال أسهل إن تحملوا أخف، بس كتير مهم المدى الحركي. تمدوا إيدكم على الآخر. يلا يا عبير يلا. ثلاثة قدام، ثلاثة اثنين لتحت، ثلاثة اثنين واحد، حركة لتحت. كمان مرة حركة لتحت. آخر مرة. هلا رح نمد ايدين هون فوق فوق فوق، تحت تحت. تمام. هاي للعضلات الكتاف. إذا الأثقال ثقيلة خففوا الأثقال، حاولوا تحملوا أي شيء أخف، امسكوا أي شيء في البيت فيه ثقل. هلا من هون هون نفتح ومنرجع ومننزل، ايد ايد، نرفع نرفع، ايد ايد، نفتح الايدتين مع بعض، نرجع ايد ايد. كمان يلا نفتح. يلا يا عبير كمان مرة. يلا مرة نطلع فوق فوق، نفتح الايدين منرد منسكر. كمان مرة نفتح الايدين منرد منسكرها، مننزل الشمال. آخر يمين. مرة أهم إشي شدوا المعدة. هلأ من هون رح ننزل نزل الميتة لتحت. هاي تمرين للظهر، ننزل نزل الميتة لعند الركبة ونطلع. يلا يا عبير مع شدة المعدة. كمان ننزل ننزل لعند الركبة ومنطلع. هلأ ننزل لتحت تحت، فتح تحت وطلع فوق ركبة، ونرفع الأثقال ومنطلع. يلا يا عبير نرفع لفوق ومننزل. برافو. كيف الهمة ريما؟ أيوة تمام. ممتاز. 90 درجة إيديكم 90 درجة. أوكي. للعضلات العلوية للظهر صح؟ بالضبط. كمان آخر مرة. آخر مرة. هلأ نرجع رجل لورا ونرفع لعند القفص الصدري. لعند القفص الصدري. يلا يا عبير كتاف مفرودة ونفس، همشي النفس. كمان فردي. يلا أيوة يا عبير ممتاز. نسحب سحب من الكوع. تمام. هلا من هون رح نرفع الإيدين لفوق، نطلع لفوق ونرجع لتحت. كمان لفوق ولتحت. آخر مرة ولا تحت. هلا نشيل الاثقال. رح ناخذ الفرشات عشان نعمل تمارين ثنائيه، يعني انتم في البيت اذا كنتوا اثنين اعملوها مع بعض، جدا ممتعه. بنحط الفرشات قراب من بعض وبنحط رجلينا بين بعض عشان نمسك، لانه بتمارين المعده لازم رجليكم تكون ثابته بالارض. طبعا هذا التمرين للمعده وللفخاد، لكل حركات الجسم. نطلع وبنعمل زي كف وبننزل شوي. طبعا حركة بطيئة، شد المعدة، نفس
هلا بنوقف هون. شوفوا شو رح نعمل، رح ننزل شوي لتحت، تحت فوق كف كف، تحت فوق كف كف. اهم شيء شدة المعدة، اذا لاحظتوا رجلينا شوي عم بيطلعوا حاولوا تثبتوهم بالارض. كيف تثبتوا؟ شدوا على رجلين بعض. كمان ننزل اخر مره. هلا من هون رح نلف، من هون رح نلف، نلف عكس بعض وبنمسك الايد على الجنب للخواصر. كمان كثير حلوه التمارين الثنائيه، بتشجع الناس يلعبوا رياضه وكثير بتخفف من منطقه المعده. نسرع شوي، طبعا لازم تلف يمين وشمال، يمين كامل وشمال كامل. حاسين بالمعدة؟ خليكم معانا كمان. 8 برافو. 7 المعدة تمزعت تمزعت. أيوة يلا ربنا نخلص. ظهرك شوي لورا. هلا بنمسك هون، نوقف هون، ننزل شوي شوي، ننزل شوي شوي وبنعمل هول توقف، بنرجع بنطلع مع الموسيقى. كمان ننزل بنطلع لفوق. طبعا طبيعي انه المعدة بتوجع بتوجع. هلا ننزل لتحت، رح نعمل للفخاد، بنحط رجلينا هون رجل واحدة بس، رح نضيف تمرين معدة مع تمرين فخاد. شوفوا كيف كوع وبنفرد، كوع ومنفرد. تمارين للمعدة مع عضلات الرجلين، حاولوا تعملوا معنا حتى لو ما معكم حدا، ممكن تعملوها. طبعا هاي كمان كثير منيحة للخواصر. برافو. كيف الهم ريما؟ ايوه. هلا نغير الرجل، الرجل الثاني، نحط الرجل هون، كوع للركبة لما تثني وبس تفرد بودي على الجهة الثانية. كمان اسرع ما خلصت، نحاول نسرع شوي. تنسوش النفس. كمان 3 2 1 نريح. هلا نحط رجلتين مع بعض، رح نمد الرجلين على الاخر ونفتح ونسكر. كمان نفتح ونسكر، نفتح ونسكر. إذا بدنا نضيف تمرين معدة بنرفع الإيدين هون. طبعاً هذا التمرين للمعدة اللي تحت السرة. إذا بدنا نشد المعدة بنرفع الكتاف زي ما أنا عاملة، أو بتضلوا زي عابير راسكم على الأرض. هون بتحسوا بعضلات المعدة فعلاً شغالة مع عضلات الداخلية للرجلين. ممتاز. هلا من هون رح نعمل زي تني ومد، تمرين للرجلين. هلا من هون نقدر نعمل زي كريس كروس كله للمعدة، زفير وشهيق وانتو عم بتبدلوا. يلا يا عبية، يلا يا ريما، كمان يلا شد. خلص هلا من هون نرفع رجلينا هون وبنعمل زي تمرين متواصل، شد عضلات المعدة. إذا تعبت رقبتكم نزلوها شوي على الأرض. كمان طبعا الحركة الأسهل ريما، خيال أسهل راسي على الأرض. الحركة الأصعب أنا، شد المعدة. كمان هلا من هون من الركنة رح نعمل زي إطالة عشان ننهي حلقتنا لأنه الوقت ذهبنا. نمسك إيدنا هون ونعمل تويست. التمارين الثنائية جدا ممتعة وبتساعدكم انكم تتقنوا اكثر. نغير الرجل الثانية. ممتاز. حاولوا طبعا تعملوا كمان إطالة اذا بتقدروا لانه احنا الوقت شوي اسعفنا فلازم نخلص على الوقت. شكرا, شكراً. عبير كوتش عبير كانت معنا اليوم. ان شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاية وتمارين جديدة وصباحكم نشاط. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحصة واستفدتوا ان شاء الله. شكرا.